معلم عبد الله بقى يعمل لنا السمكة النهارده فيليه على الطريقة المصري. مش الطريقة الياباني. هي ليها طرق كتير جدا. بين الياباني ومن مصر. ايوه الناس هي اللي هتحكم بقى. ايوه ايوه ليها طرق كتير جدا. كل حد بيشتغل بطريقة معينة يعني. مساء الخير على كل بيشوفونا، اهلا بيكم في فيديو جديد من داخل حلقه السوق الانصاري بالسويس. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الاحجام العملاقه من سمكه التونه الاصلي. هنتعرف مع بعض على اسعارها وفوائدها وكمان طريقه خلي السمكه دي وتقطيعها فيليه عشان تكون جاهزه للاكل معانا. طبعا الصفقه دي مع المهندس بهاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ كل سنه وحضرتك طيب. الساعه السلامه. كلمنا عن سمكه التونه دي والصفقه اللي انت جايبها المره دي. دي طبعا يا جماعه سمكه التونه العنيده البلوفين تونه. دي البلوفين تونه دي اعلى نوع من انواع التونه. السمكيه دي واخده وضعها جدا في اليابان وفي امريكا وفي دول اوروبا كلها، بس هنا للاسف في مصر حقها مهضوم شويه لانها مش معروفه قوي. يعني احنا في مصر مش بن يعني مش بنهتم بالتونه قوي زي باقي الاسماك، لكن دي في اليابان طبعا رقم واحد في الاسماك عندهم وسعرها غالي جدا. مفيده جدا. اه طبعا جدا جدا. يعني السمكيه دي فريش بتيجي مصر هنا بتهاجر شهر في السنه، يعني بتقعد مثلا من 25 ل 30 يوم. موسمها حاليا دلوقتي من شهر 4 لغايه شهر 5. يعني ده الموسم بتاعها هنا في مصر؟ ده موسمها في مصر، تبقى مهاجره وبتيجي في البحر الابيض. بيطلعوا مراكب شهر تجيبها. في السنه. اه شهر في السنه. تمام. المراكب اللي بتجيبها من اسطول مراكب البحر الابيض من دمياط ومن طفر الشيخ ورشيد واسكندريه بيشتغلوا عليها وبيجيبوها فعلا، بيبقوا شغالين عليها الايام دي. يعني انت بتجيبها من البحر الابيض مش البحر الاحمر؟ لا هي بتيجي في البحر الاحمر اوقات، بس هي حاليا موجوده وبجوده عاليه في البحر الابيض. احجامها ما شاء الله بتتراوح من كام دي كم؟ احجامها يعني ممكن توصل لحد سمكية 250 و300 كيلو. ما شاء الله. بس الاحجام دي مش بيعرفوا يصطادوها في مصر، هنا تقنيات عاليه شويه. اه. انا اكبر سمكية شفتها جت في مصر هنا كانت مقاربه لل 200 كيلو، دي نادره شويه. النهارده كان عندنا سمكية 100 وشويه كيلو بس طلعت اتعملت فيليه الحمد لله وطلعت. ما شاء الله. الاوزان بقى المتداوله في مصر هنا من 25 ل 60 كيلو. يعني الوزن ده 50 كيلو، السمكية دي 50 كيلو. بتتعمل ايه؟ دي طبعا استخدامها الوحيد ان هي تعمل فيليه، تماما يعملها يعني تتجهز فيليه. بعد كده بقى بتخش بقى في السوشي، في الساشيمي، بتتعمل طواجن، بتتعمل بطريقه التونه المعلبه. ليها طرق سمكية كتير. ليها طرق كتير جدا. سمكيه لورد يعني في جنرال الاسماك، يعني بتعمل اي حاجه في ممكن تعمل في الاسماك. لحمها ابيض؟ لا البلوفين تونه لحمها احمر. دي لحمها. احمر داكن كمان. اه. كمان. اه طبعا. في تونه لحمها ابيض. في الباكور بقى، التونه دي على فكره فصيله كبيره جدا. اه. تمام؟ فيها اعلاهم طبعا البلوفين تونه، تمام؟ التونه ذات الزعنفه الزرقاء، عشان لو في حد متابعنا أيوه. يبقى عارف. دي يا جماعه اللي هي تونه ذات الزعنفه الزرقاء. في الله. عندنا تونه اسمها اليلو فين او ذات الزعنفه الصفراء. دي تليها، في بعدهم الباكور اللي هي لحمتها بيضاء، تونه الباكور او احنا هنا عندنا في مصر عليها تونه لحمها ابيض. البكور دي تبقى احجامها صغيره من 5 ل 15 كيلو، ما بتزيدش عن كده. في عندنا التونه اللي هي مشهوره جدا في السويس وفي اسكندريه بيقولوا عليها كبريت، في السويس انا بقول عليها بلاميطه، دي اصلا اسمها اتلانتيك بونيتو تونه. تمام كده. وفي عندنا تونه اسمها بيج اي، وفي تونه اسمها الدكتور. درجات وانواع كتير. وفي تونه السكيب جاك. التونه انواع كتير جدا. لغايه الماكريل ده يعتبر من فصائل التونه. بس احنا لما نيجي نقول اعلى نوع في التونه واللي مشهور واللي متداول هو البلوفين تونه. طيب حضرتك قلت انها مش مشهوره قوي هنا في السويس، مين زبونها عندك؟ انا زبونها في القاهره، احنا اصلا احنا زي ما انتم عارفين من زمان احنا بفضل الله بنبيع في القاهره واحنا شغالين اونلاين، بنوصل في القاهره جمعه وسبت وليها عملاء عندنا بفضل الله. يعني الزبون بتاعها من القاهره اكتر من السويس؟ اكتر من السويس، في ناس عارفاها في السويس. بس السويس ممكن يلاقوا بديل. وبعدين ممكن حد يقول لك دي بلاميطه. أيوة. يعني مثلا حد من شويه معدي يقول لك دي بلاميطه بس. أيوة. كبيره، دي مش بلاميطه خالص. ممكن يلاقوا بديل عن البلاميطه. البلاميطه ولا ولا سعرها حتى زي البلاميطه ولا الطعم ولا ممكن الشكل بس يبقى متقارب شويه، لكن دي حاجه ثانيه خالص. كلمني يعني عن سعرها بقى، بتتراوح من كام لكام؟ يعني النهارده مثلا لو هنتكلم على سعر السمكه دي على بعضيها كده حوالي 150 جنيه.
السمكة على بعضها كده في مكاننا واحنا واقفين هنا ب 150 جنيه. من ايام كانت جملة ب 160 جنيه، جملة مش قطاعي، يعني كان ممكن تتباع ب 170 175. بس هي بدأت تظهر، فالحاجة لما بتكتر شوية سعرها بينزل شوية. بس دي للمستهلك للعميل. ما تتعمل في ليه طبعا بتخسر نص 100 اه يعني احنا لو قلنا هي ب 150 جنيه كده على وضعها، لما بتتعمل في ليه النص بالنص على طول. غير طبعا يعني غير بقى تكلفة التشغيل والكلام ده والتغليف وكده، ما هو برضه ده ليه كوست برضه. يعني ان انت تحول السمكه من الشكل ده لان هي تطلع في الاخر طبق فيليه كده، ده بتكلف. طيب بتضاف عليه. دلوقتي انت بقى جات لك صفقه زي كده وبتبتدي طبعا انت هتنضفها او هنوديها لحد ينضفها وهيعملها فيليه، طريقه حفظها بقى عشان تفضل فريش هي افضل طريقه ليها ان هي اول ما تعمل فيليه بتتغلف كويس وبتتشال، بتخش على طول على درجه حراره 18 على تجميد على تجميد على طول اه تطلع فريش، تطلع كانها لسه طالعه من البحر في اي وقت. اقصر مده ليها في التجميد قد ايه؟ يعني الاسماك دي ممكن يعني حتى لما تبقى جايه هي دي بتجي لنا مستورده من بره، اوقات بتيجي في الليل احنا صافي ويبقى سعرها غالي جدا، بتيجي حاجه اسمها تونه ساكو مغلفه ومتبكمه، الكيلو منها وصل النهارده 850 جنيه جمله، تيجي قطعه كده قطعه 200 300 جرام اه، فهي بتبقى مكتوب عليها صلاحيه 9 شهور. دي حاجه اصلا بتبقى جايه من اوروبا مش من اليابان، اليابان بتبقى اغلى شويه وبتبقى مكتوب عليها صلاحيه 9 شهور. تمام، هنشوف مع بعض بقى طريقه تنظيفها وكمان خليها واعدادها بقى للاكل. تمام. ان شاء الله. الله يهمك. بشكرك جدا باشمهندس ليك. معلم عبد الله بقى يعمل لنا السمكه النهارده فيليه على الطريقه المصري مش الطريقه الياباني. هي ليها طرق كتير جدا من اليابان ومن مصر. ايوه الناس هي اللي هتحكم بقى. ايوه ايوه ليها طرق كتير جدا، كل حد بيشتغل بطريقه معينه يعني، بس المصري بالامكانيات دي يبقى المصري يكسب. بالامكانيات دي اه صراحه بنشوف عندهم فيديوهات بيبقى عندهم امكانيات عاليه جدا طبعاً. جدا سكاكين بارقام مبالغ فيها التدخل البشري عندهم بيبقى قليل جدا. اه طبعا اه. السمك. السمك. بتنزل دم كتير لانها طازه. لو هي بقى مش طازه نعرفها ازاي؟ لو السمكة مش طازه بتبان من عينيها، اولا عينيها بتبقى دبلانه كده وداخله لجوه خالص، وبيبان من جسم السمكه بتلاقي الجسم ده طري خالص كانه متحلل يعني مش ماسكه نفسها خالص. وبعد كده بقى ممكن توصل لدرجه الريحه بقى، مثلا ريحتها ما بتبقاش زي اللي فيها ريحه البحر. ريحه البحر اه، لكن دي احنا لو شميناها ليها ما شاء الله لسه فيها ريحه البحر يعني. بتاخد وقت قد ايه بقى من ساعه ما بتجيبها من مكانها لحد ما توصل السويس؟ وبتحافظ عليها ازاي في الوقت ده؟ بتيجي في عربيه ثلاجه وعليها ثلج، يعني عربيه مقفوله وعليها ثلج عادي زي طريقه نقل السمك. بتاخد حوالي 3 ساعات ونص مثلا. مش كتير يعني. لا عادي جدا يعني، من ساعه ما تطلع من المركب بتطلع بتتوزن بتحمل في العربيات بتاخد 3 ساعات ونص لغايه 4 ساعات وتبقى عندنا هنا. بس بعد كده اول ما بتيجي هنا بنشتغل فيها على طول، بنبدا نشتغل فيها تنظيف وتقطيع وتنظيف وكده، وبعد كده بنخش على التغليف، وبتخش بعد كده تحفظ على طول في غرفه، وبنبدا بقى بنعلن عنها عندنا على البيتش بتاعتنا، وبنوزع في القاهره جمعه وسبت مجانا. جميل. يعني السعر اللي بنقوله مثلا الطبق هيبقى مثلا نص كيلو لحم صافي اللي هو من اصل كيلو، ده بيبقى مثلا سعره 160 170 على حسب اللي لسه هنشوف هتقف معانا بكام، بيبقى السعر شامل التوصيل لغايه اماكن بنوزع فيها في القاهره. طبعا السمكيه دي ليها موسم بتقعد فيه وبعد كده ما بتبقاش موجوده، يعني مش موجوده طول السنه. انت بتجيب كميات بتحفظها طول السنه؟ لا ما بنشتغلش فيها طول السنه لان احنا بنبقى عايزين برضو حاجه فريش اول باول، يعني مش كل
مش شرط ان انا اشتغل في حاجه طول السنه، ممكن مثلا انا اشتغلت في التونه في الموسم بتاعها لمده شهر شهرين، بعد كده بتخش بعدها البخور اللي هي التونه البيضاء اشتغل فيها شهر شهرين يعني. بعد كده بنغير كده يعني. بس انا ملاحظه ان انت بتحب تجيب ما شاء الله سمك التونه دايما، وبتحب تجيب الاحجام الكبيره، ليه بتحب تشتغل في سمك التونه بالذات يعني؟ احنا يعني انا مش بشتغل في التونه بس، انا بتحب اشتغل في حاجه مميزه. تمام. يعني مثلا البلوفين تونه دي هي من ارقى واعلى انواع الاسماك، وسمكه طيبه جدا، وسمكه محبوبه عند فئه كبيره، والناس في ناس فاهماها وبتقدرها وعارفه يعني ايه بلوفين تونه. هي سمكه بتيجي في فتره معينه في السنه، وده حجمها الطبيعي اللي المفروض الواحد يشتغل فيه. يعني هو 50 60 كيلو السمكيه، هي دي السمكيه الطبيعيه، وفي اكبر من كده. يعني فليه ما نشتغلش فيها؟ دي حاجه بفضل الله تميزنا يعني. كلنا بقى يا معلم عبد الله، ليه بتقسمها في النص كده من قدام؟ ما هي بتطلع اربع ارباع. اربع ارباع ومش نصين زي اي سمكه يعني. لا. السمكه دي احنا حجمها بيكبر، احنا متعودين على تنظيفها كده. لحمها احمر جدا، احمر داكن. السمكه دي في غير مصر بتتباع كل جزء فيها بسعر. يعني الديل بسعر، البطن بسعر، زي الدبيحة على فكرة. كل حاجة فيها بسعر، واغلى مكان في السمكية دي هو منطقة البطن. البطن دي اغلى جزء في السمكة يعني. ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. شايفة الدهون اللي فيها دي؟ الدهون اللي فيها دي بتعلي من قيمتها. الدهون الاسماك عموما هي نسبة تقييم الاسماك، يعني السمكة بتتقيم من نسبة الدهون فيها. زي مثلا قطعة اللحم الريب اي، كل ما كان نسبة الدهن فيها في وسطها عالية بتبقى اغلى، زي الواجيو الياباني كده. فدي لو ركزنا هنا كده هنبص نلاقي ان في دهون متمركزة في وسط اللحمة دي، منطقة البطن الجزء ده كده، ده يعتبر في اي دولة في العالم دي اغلى منطقة في سمكة التونة. بس عندنا هنا طبعا الكلام ده مش يعني هي تونه وخلاص. في حد ممكن يبقى عارف الكلام ده وحد لا يعني. في قطعيه ممكن تبقى ناشفه شويه بالظبط، بتشد لحمها بيشد شويه، وقطعيه ناعمه زي دي. دي قطعيه نسبه الدهن فيها عاليه يعني، بياكلها بيستمتع بيها لو عملها على الجريل بالزبده والزعتر والكلام ده. لا لا خالص، سمكه مش زفره بالمره. ما هي دي بقى يعني، ده الفرق. فرق شاسع يعني ما بين دي ودي. بس ما بيجيش منها احجام صغيره زي البلاميطه 5 6 كيلو كده؟ ممكن تبقى سمكه صغيره تيجي، بس هو يعني اللي بيبقى لا انا بشتغل في الاحجام الكبيره يعني، انا ما صادفتش حتى بصراحه منها حجم صغير. ما شفتش يعني. انا اقل وزن اشتغلت فيه مثلا مقارب ال 30 كيلو، 27 29 كده. الله ينور يا معلم عبد الله. دي شكل السمكة. طبعا هو عمل السمكة اربع فصوص ما شاء الله في وقت قياسي يعني. الله ينور. نبدا بقى ننظف المكان وكده. كل ما السمكة تكون طازة كل ما يبقى سهل قوي ان انت تفصل الجلد عن اللحم. طبعا. يعني لو مش طازة عمري اصلا ما اتمكن في السمكة دي كده. عشان التونة معروفة، الله اكبر واعظم. التونة معروفة. اللهم صل على النبي، ان ايه؟ لحمها بيبقى عامل زي الدراك شويه، يبقى خفيف، لحمها بتبقى رهيف شويه زي الدراك كده. وده كده بيطلع جنب زي ما هو كده اهو المنظر ده.
ودي طبعا الحته اللي بيتكلم بقى عليها ايه الباشمهندس، اللي بيقول لك دي اغلى حته في التونه، وهي فعلا صح اغلى حته في التونه. بس الكلام ده مش عندنا احنا هنا في مصر. ايوه الكلام ده بره مصر عادي يعني، السمكه بالنسبه لهم اي قطعيه عادي. بالنسبه لهم السمكيه اللحم كله واحد، غير بره طبعا. بره السمكيه دي عندهم بمقاس، يعني مش اي سمكيه يصطادوها تطلع معاهم، لو صغيره يرميها تاني البحر. هو ده اللي هو بيتكلم عليه بقى. ايوه دي البطنيه، دي البطنيه اللي بتبقى اغلى حته في السمكه دي. قول لي يا معلم عبد الله، ايه اللي بيفرق معلم تنظيف عن معلم تاني؟ ايه اللي بيفرق؟ والله اللي بيفرق بين التنظيف مثلا معلم التنظيف عن معلم مثلا بتاع السمك. لا اللي يفرق معلم تنظيف عن معلم تنظيف تاني، ايه اللي يفرق؟ معلم تنظيف شغله. ايه يعني؟ شغله بيبقى عنده خبره في شغله، بيبقى عارف السمك اللي تحت ايده هيتنظف ازاي، تعمل ازاي. يعني مش اي حد يمسك سكينه ويخش ينظف. مهم ان معلم التنظيف يبقى عنده خبره؟ طبعا. امال ايه؟ ما انا سمكيه غاليه زي دي مثلا بتعمل لها مبلغ وقدره، ممكن لو مثلا معلش لو واحد مش بتاع تنظيف هيبوظها، هيهدرها ويبوظها، هيبوظها فهتضطر انها تخسر معاه. بس ده اللي يفرق بتاع التنظيف من بتاع التنظيف. اهو ما شاء الله. دي عامله زي اللحوم الحمراء. انا بطلع، لازم اطلع البطن الواحد بتاع تنظيف بقى. بصرف النظر في ناس ما تعرفش الكلام ده، وفي ناس عندها خبره قوي في الكلام ده. كده يا استاذ انا اقدر ايه نقطع الشغل اهو، نقطع مكعبات كبيره بحيث ان هي تستحمل اي اكل. بنطلع البطنيه ديت لوحدها، عشان احنا طبعا مش كل طبق هنحط في البطنيه كلها. ايوه لا ده احنا بنحط حته واحده بس بحيث كل طبق وكل ياكل من كل حته في السمكه. بس كده يبقى هو واخد من السمكيه كلها مش من حته واحده من السمكيه بس. يعني البطنيه بس اللي بتقطعها بالشكل ده ولا كل السمك؟ لا البطنيه بس. هوريكي برضو تقطيعه ثانيه برضو لايه؟ لبقيه السمك. في عندي مثلا فص زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يطلع كده. وسط، ولا منها رقيقه ولا سميكه قوي يعني. هيا حضرتك الطبق بيتحط فيه من كل حاجه، من كل حاجه لازم يتحط فيه من فصين، فص الظهر ماشي، فص البطن. انا بطلع اربع فصوص عشان اعرف اقسم ازاي، عشان في زبون يقول لك ايه اللي انت حاطه لي ده، حاطط لي بطن مش عايز. لا ما عنديش كده. هو طبعا بيرجع برضو لشغل مين؟ باشمهندس.
ولا بيبقى عارف طلبه؟ اه هو عارف شغله، هو عارف كل حاجة طبعا، واحنا متعودين على شغله. دي فص ايه؟ فص البطن برضه. اهو. يبقى انت عندك هنا ايه؟ من كل حاجة من عدا ايه؟ ده البطن بالديه. من عدا ايه؟ من عدا فص الظهر، فص الظهر اهو. فص الظهر بيطلع كده. بتلاقي فيه ايه؟ لقيه ناشف شويه. وكده برضو عشان احنا برضو ايه ما نطولش عليكم في الفيديو، بنوريكم ايه كل حاجه في السمكايه. ايوه تسلم ايدك والله، حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. سمك صاحي وعايزينكم تستمتعوا. ها والكميه محدوده، وبرضو عندك سرعه ما شاء الله في الاداء يعني. الحمد لله. السمك انت بقى تسلم لله. ايدك بشكرك جدا. شكرا معلم عبد الله. شكرا ليك يا باشمهندس بهاء. معلش انشغلت بس بنطلع طلبيه كده فاشتغلنا شويه. طبعا يا جماعه صفحتنا اسمها اسماك السويس بهاء الراودي، بنوصل القاهره جمعه وسبت مجانا، وبنوصل اي مكان في الجمهوريه، وطبعا في السويس طبعا هي التوصيل شغال. تمام شكرا. شكرا جزيلا. رقم تليفونك؟ 0100 837 247، والتواصل بيبقى من خلال رسائل الصفحه اكتر برضو، واتساب او رسائل الصفحه. شكرا ليك. تمام. وشكرا طبعا بقى يعني لابطال الكلام ده كله بقى اللي بيهندلوا الشغل يعني. جميل يا معلم عبد الله والمعلم ابراهيم. والله يعني انتوا من غيركم اكيد الباشمهندس مش هيعرف يعمل حاجه. اكيد يعني. طبعا اه طبعا. الله يبارك. تسلم ايديك. شاكرين جدا. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، ان شاء الله تكونوا استفدتم منه. انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.